ماذا قال؟ اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين ورب العالمين وربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني؟ أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب يا رب، أنا ما يهمني لكن أخشى أنك غضبان، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والدين. في هاللحظة نزل ملك الجبال، أول ملك يشوفه غير جبريل، قال إني ملك الجبال، إن الله يقول إن قال محمد أطبق عليهم الأخشبين، فعلت. قال الرحيم بأمته.